ازيكم سنة رابعة، النهاردة هناخد درس جديد أشكال سطح مصر. هناخده على جزئين. حلقة النهاردة هتتكلم عن الجزء الأول. نتفق من الأول كده إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكرة الأرضية خلقها متكونة من مسطحات مائية يعني مية وأرض يابس. أرض يابس يعني أرض صلبة. الأرض اليابس دي أشكالها مختلفة، مش زي اللي بنشوفها في الشارع بس مسفلتة، لا ده في منها مرتفعات زي الجبال والهضاب الهضاب وهنعرف تفاصيلهم، أو منخفضات يعني أرض منخفضة عن الأرض اللي حواليها. وبرضو المسطحات المائية زي البحار ودي مياه ملحة، أو الأنهار ودي مياه عذبة ينفع نشربها. وفي أنواع برضو من المسطحات المائية هنتعرف عليها الحلقة الجاية. طيب يبقى احنا اتفقنا ان الكرة الارضية يابس ومياه. هناخد النهاردة اشكال اليابس، والحلقة الجاية هناخد اشكال المسطحات المائية. تعالوا نشوف مع بعض اشكال اليابس باشكاله المختلفة على الخريطة بتاعت مصر. يلا بينا. طيب تعالوا نشوف مع بعض اشكال سطح مصر. اتفقنا ان اشكال السطح بصفة عامة ان الكرة الارضية انقسمت لأشكال سطح يابس ومسطحات مائية. اليابس هي الارض الصلبة وليها اشكال كتير جدا هناخدها الوقتي بالتفصيل، ومسطحات مائية يعني مساحات المية اللي موجودة على الكرة الارضية برضو انواع كتير هناخدها بالتفصيل بس في الجزء التاني. تعالوا النهاردة نتكلم عن اشكال سطح اليابس. اشكال سطح اليابس في مصر أو بصفة عامة أشكال سطح اليابس اللي هنتعرف عليها النهاردة هي الجبال، الهضاب، المنخفضات، السهول، الجزر وأشباه الجزر. تعالوا ناخدهم عنصر عنصر ونعرف تفاصيل أكتر عنه. الجبال. الجبال هي عبارة عن أرض شديدة الارتفاع وليها قمة وشديدة الانحدار. يعني عندنا رسم توضيحي بسيط أهو، شديدة الارتفاع. شديدة الارتفاع يعني فوق 1000 كيلومتر. وادي لها قمة وشديدة الانحدار، نزلة من غير منحنى، نزلة شديدة جدا من الجانبين بتوعها. تمام، يبقى الجبال نقول مع بعض أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وشديدة الانحدار. طيب الجبال اللي موجودة عندنا في مصر، طيب سانت كاترين موجود فين؟ بيقول في شبه جزيرة سيناء. تعالوا كده من أولها نتفق إن دي شبه جزيرة سيناء اللي أنا بعلم لكم عليها دلوقتي. دي منطقة شبه جزيرة سيناء، موجود فيها جبل سانت كاترين اللي متعلم عليه بالسهم الأسود ده. تمام؟ دي أعلى قمة جبلية في مصر. أعلى جبل في مصر هو سانت كاترين. ايه نوع الجبال اللي عندنا تاني؟ عندنا جبل العوينات جنوب غرب مصر، هو ده. طبعا احنا خدنا الجهات الاصلية وعرفنا الجهات الاصلية والفرعية، وبالتالي المفروض نبقى عارفين ان هنا هو جنوب غرب مصر، موجود فيها جبل اسمه جبل العوينات. تمام. طيب معانا كمان سلسلة جبال البحر الاحمر. سلسلة جبال البحر الأحمر هي بتمتد بطول ساحل البحر الأحمر اللون البني اللي احنا شايفينه واللي أنا بعلم لكم عليه دلوقت. يبقى تعالوا نراجع الجبال بسرعة. سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء، وجبل العوينات في جنوب غرب مصر، وسلسلة جبال البحر الأحمر على طول ساحل البحر الأحمر. ده بالنسبة للجبال. طيب الهضاب. الهضاب هي مساحة واسعة من الأرض مرتفعة وبتكون مستوية السطح أو شبه مستوية. برضو أنا عملكم رسم توضيحي بسيط كده أوريكم إن هي مساحة مرتفعة عن الأرض اهي، السطح بتاعها زي ما احنا شايفين يا إما مستوي يا إما فيه تعريجات بسيطة ما تكونش شبه الجبل، ملهاش قمة. تمام، يبقى الهضاب هي مساحة واسعة من الأرض مرتفعة وبتكون نوعين، يا إما مستوية السطح أو شبه مستوية السطح. طيب الهضاب اللي موجودة عندنا في مصر كتير جدا، هناخد منهم نوعين. هضبة التيه في شبه جزيرة سيناء. الله، طب ما احنا لسه قايلين ان في شبه جزيرة سيناء في جبل اسمه جبل سانت كاترين. طيب في كمان عندنا هضبة في شبه جزيرة سيناء اسمها هضبة التيه اللي السهم بيشاور عليها برضو دلوقتي.
هضبة التيه في شبه جزيرة سيناء، ممكن تجيلنا في أكمل. طيب، وهضبة الجلف الكبير في جنوب غرب مصر في الصحراء الغربية، برضو لسه قايلين حاجة عن جنوب غرب مصر في المنطقة دي، إنه عندنا جبل العوينات، في مع جبل العوينات الهالة اللي حواليه دي كلها اسمها هضبة الجلف الكبير في المنطقة دي. يبقى الهضاب عندنا هضبة التيه في شبه جزيرة سيناء وهضبة الجلف الكبير جنوب غرب مصر، والاتنين دول ممكن يجولي في أكمل أو يجولنا في صح وغلط. الأشكال اللي معانا بعد كده السهول. السهول بالبساطة كده اللي هي الأراضي السهلة الزرع، الأراضي اللي ممكن المساحات زرع، مساحات سهلة الزراعة، بتنقسم لسهول فيضية وسهول ساحلية. السهول الفيضية هي مساحة من الأرض مستوية قليلة الارتفاع وتكونت من رواسب الأنهار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي مساحة أرض مستوية ما فيهاش أي ارتفاعات أو مرتفعة بسيطة جدا، اتكونت من رواسب الأنهار. الأنهار لما بيجيلها الفيضان بتعمل رواسب على الجانبين للنهر، الرواسب دي بتكون لنا سهول فيضية، أرض صالحة للزراعة، وبنسميها في الوقت ده سهول فيضية. لكن السهول التانية اللي عندنا السهول الساحلية هنعرف تفاصيلها دلوقتي. السهول الفيضية اتكونت على جانبي نهر النيل ودلتاه، على جانبي نهر النيل ودلتاه، وهنشوفها على الخريطة دلوقتي. السهول الساحلية هي سهول أو مساحات من الأرض مستوية برضو بس ممتدة على ساحل البحر، عشان كده سميناها ساحلية. يبقى سهول فيضية عشان هي تكونت من فيضان الأنهار، والسهول الساحلية عشان هي تكونت على ساحل البحر. طب بما إن عندنا بحرين في مصر، يبقى هيبقى عندنا نوعين من السهول الساحلية، سواحل البحر الأحمر والسهول على سواحل البحر المتوسط. كتير جدا يجي لنا قارن بين السهول الفيضية والسهول الساحلية. هنقول ان السهول الفيضية هي اللي بتتكون من رواسب الانهار وبتبقى على جانبي النهر، لكن السهول الساحلية هي اللي بتكون ممتدة على طول الساحل. طيب تعالوا نشوفه مع الخريطة. ادي السهول الفيضية بالنسبة لنهر النيل ودلتاه. طبعا المثلث اللي في الخريطة فوق ده هو الدلتا، المثلث اللي في الخريطة ده هي دي الدلتا، والطول اللي نازل ده كله نهر النيل مكمل للآخر. هي دي الدلتا ونهر النيل، ودي السهول الفيضية، حتى نلاقي متلون عندها بالأخضر. عندنا كمان السهول الساحلية على ساحل البحر الأحمر وعلى ساحل البحر المتوسط اللي متشاور عليها بالسهم الأحمر، دي السهول الساحلية. طيب يجي هنا سؤال ويقول بما تفسر ضيق السهول الساحلية على البحر الأحمر عن السهول الفيضية؟ السهول الساحلية على البحر الأحمر بيقابلها سلسلة جبال البحر الأحمر، وبالتالي ما بتبقاش في مساحة كبيرة نقدر نزرعها، وبالتالي مساحتها ضيقة. لكن السهول الفيضية على نهر النيل المساحة حواليها واسعة وكبيرة، فسهل جدا نزرع مساحات قد ما نحب. تمام، يبقى لما يجي لي السؤال ويقول ليه السهول الساحلية اللي عند البحر الأحمر أضيق من السهول الفيضية اللي هي تكونت من رواسب الأنهار على نهر النيل، هنقول إن السهول الساحلية اللي عند البحر الأحمر بيقابلها سلسلة جبال البحر الأحمر، وهو ده اللي متسبب في ضيق السهول الساحلية. ده بالنسبة للسهول، يبقى احنا خدنا الجبال والهضاب والسهول. اللي بعديه المنخفضات، وجاية من اسمها هي أرض منخفضة عما حولها، هي أرض منخفضة عما حولها، برضو شبه الرسم التوضيحي البسيط اللي أنا عاملاه دلوقت. أشهر منخفض عندنا هو منخفض القطارة، نفتكره كده بالقطارة اللي احنا بنستعملها لعينينا لما تكون عينينا تعبانة، وهو اللي متلون باللون الأزرق ده. ده أشهر وأكبر منخفض في مصر. هل عندنا منخفضات تانية؟ عندنا منخفضات تانية، ومن ضمنها الواحات اللي موجودة في الصحراء الغربية، منتشرة في الصحراء الغربية. يبقى المنخفضات هي أرض منخفضة عما حولها، وأشهرها منخفض القطارة. طيب ناخد اللي بعده، الجزر.
الجزيرة هي مساحة من اليابس، يعني مساحة من الأرض الإيه؟ الصلبة، يحيط بها المياه من جميع الجهات، يعني هي مساحة أرض حواليها مية من جميع الجهات. وأشهر جزيرة عندنا في مصر هي جزيرة شدوان، وهنشوفها حالا على الخريطة. أشباه الجزر يعني هي شبه الجزيرة بالظبط، بس في شرط واحد مش متوفر فيها. ايه الشرط ده؟ ان مساحة من اليابس بيحيط بها المياه من ثلاث جهات بس، الجزيرة بيحيط بها المية من جميع الجهات، هي ارض في وسط مية، لكن اشباه الجزر بيحيط بها المية من جميع الجهات ما عدا جهة واحدة. تمام. واشهر جزيرة عندنا اللي احنا عمالين نحكي عنها من اول ما اشتغلنا شبه جزيرة سيناء. طيب احنا اتفقنا ان اشهر جزيرة عندنا هي جزيرة شدوان، تعالوا نشوف مكانها، ده مكانها في البحر الاحمر. طيب بالنسبة لاشباه الجزر اتكلمنا عن شبه جزيرة سيناء، وطبعا كلنا عارفين مكانها. تمام. يبقى الفرق بين الجزيرة وشبه الجزيرة ان الجزيرة مساحة من اليابس بيحط بها مياه من جميع الجهات، لكن شبه الجزيرة بيحط بها المياه من ثلاث جهات فقط. دايما تيجي في صح وغلط، اكمل اختيار من متعدد او مقارنة. تمام. اخدنا النهاردة اشكال اليابس المختلفة، وخدنا عليها امثلة، وشفناها على الخريطة بتاعت مصر. اشوفكم الحلقة الجاية مع اشكال المسطحات المائية وشوية اسئلة عن حلقة النهاردة والحلقة الجاية مع بعض. اشوفكم على خير، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم.